السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. إصابة 21 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري محور صملوت في المنيا. خبر بيقول أصيب 21 شخص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري محور صملوت على النيل شمال المنيا. تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا إخطار من عمليات النجدة بحادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري محور صملوت على النيل، وتسبب الحادث في إصابة 21 شخصا بينهم أطفال وسيدات. تم نقل المصابين لمستشفى صملوت النموذجي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.